لغز كبير هنجيله. لكن قبل المباراه كانت المؤتمر الصحفي للاتحاد الافريقي اللي بينظمه لمدرب وكابتن كل فريق مستر بيتسو موسيماني، نشوفه في مؤتمره اليوم. I hope we play the game the normal way, which is not possible because it's not a normal game. But inshallah everything goes well and we win the match. We can win the match. We will win the match. مباراة على أرضنا ومش على أرضنا، يعني الماتش بتاع المريخ بس بنلعبه على أرضنا، المفروض نلعبه بظروف طبيعية، بس هو طبعا مش ماتش طبيعي علشان نلعبه بظروف طبيعية أو بأداء طبيعي، لازم ليه أهمية طبعا كبيرة، ليه أهمية لازم نديله أداء مختلف، ولازم نكسب مباراة، وإن شاء الله هنكسب مباراة، هنفوز بالمباراة. Yeah, when you play for Akhli, you have pressure on all the games. It's not this game. It's your life. If you coach of Al Ahly, you have pressure every day. So we live with pressure, and we should manage the pressure. It's part of your life. You can't say that even the next match in the Dowry is not pressure. We have pressure. We always have pressure every day. It's our life. We play to win. We play for everything. We play to win any cup we play for, whether it's Egyptian Cup, whether it's a CAF Super Cup, whether it's a Champions League Cup, whether it's a Dowry here, whether it's a World Cup Cup, we play for those things. بيقول لحياتك الضغط ده جزء من حياتنا، من وقت ما جيت هنا زي ما خدت بكلمه قال، من وقت ما جيت هنا وانا عايش مع الضغط على طول في كل المباريات، احنا فرقه كبيره المفروض ازاي نتحكم في الضغط وندير الضغط، لان الضغط جزء من حياتنا، ومش بس الماتشين بتوع افريقيا، حتى الماتش الدوري اللي بعد كده هيبقى فيه ضغط، احنا كل بطوله داخلينها احنا مطالبين، احنا فريق كبير مطالبين ان احنا نفوز بيها ونحقق اللقب بتاعها، سواء بطوله الدوري، سواء كاس مصر، سواء كاس بطوله دوري ابطال افريقيا او السوبر الافريقي او حتى في كاس العالم، ما بتلعب مطالب بالفوز، فدايما عليك الضغط، فالضغط ده جزء من حياتنا احنا معتادين عليه، وزي ما قال حضرتك من وقت ما جيت وانا عايش مع الضغط ده، واحنا المفروض كلاعيبه كبار كفريق في لعيبه كبار لازم يديروا الضغط ده، واحنا كنادي لازم نتعامل مع الضغط ده ونتعايش معاه. Oh, every match has its own challenges. Even sometimes we play pyramids and we win 3-0. We always have a challenge somewhere somehow. People have to attack, and every team in the world has defensive challenges, have midfield challenges, have attacking. Scoring challenges is the name of. There's no game that you're going to say, oh, we never had. هو بيقول لحياتك ان كل مباراه ليها معطياتها وليها ليها ليها ظروفها. الماتش اللي فات كان فيه ممكن مشاكل دفاعيه، بس المشاكل دي في كل الخطوط. احنا المفروض فرقه المفروض بتهاجم، فطبعا لما ترد عليك الهجمات لازم خط الدفاع بتاعك يشتغل بشكل كويس. في تحديات لكل المراكز. خط الهجوم بيبقى فيه عليه تحديات انه لو المفروض يسجل، خط الوسط المفروض يلعب كويس عشان يظبط الماتش، خط الدفاع كذلك. بيقول حضرتك ده موجود على طول، حتى في ماتش بيراميدز اللي لعبناه كان فيه برده تعديل، ما احنا كسبنا 3-0 بس برده كان فيه مشاكل، ده طبيعي. طبيعي ده جزء من كرة القدم، لازم يكون عندك حاجات تصلحها في كل مركز، ده شيء طبيعي. فهو ملوش علاقة بخط الدفاع بس. Even when we score goals a lot, we still have corrections that we need to make because of missed chances and because of chances we did not take. There will always be a challenge also in the attack. بحياتك برضو بالمناسبه دي برضو بيقول حضرتك التصليحات المفروض تتعمل في خط الهجوم، حتى بنسجل اهداف المفروض يبقى عندنا تصليحات وحاجات نشتغل عليها عشان الفرص اللي احنا بنهدرها، بنضيع فرص كتير المفروض نشتغل على ده. Well, Henny trained today. Was the first training session ever since he got injured against Pyramid. Pesita who trained today. So, inshallah, tomorrow they will be available. But they trained, so I have to speak to the doctor again in the evening tonight to check and get the report back, any feedback of how they feel. So I haven't had the chance for the feedback because I came direct here from training. فهو منتظر يقعد مع الدكتور النهارده عشان ياخد انطباعاته ومدى جاهزيتهم للمشاركه.
هو ما لحقش يقعد معاهم لان بعد ما خلصنا على طول اتحركنا عشان نحضر المؤتمر، المفروض يقعد معانا النهارده بالليل، وبناء في ضوء اللي هيقوله هيقرر اذا يشاركوا او ممكن ما يشاركوش. شوفوا اما تشوفوا طريقه الكلام والبودي لانجوج والصوت تعرفوا ان الراجل ده شايل هم كبير قوي في اللحظه دي. وهو قال ان احنا اكتر فريق مضغوط في افريقيا، وده ما اكده تصريحات هتشوفوها بعدين لمدرب سان داونز. وقال كمان نقطه بتؤكد ان في الجداول المضغوطه دي لو جات لك اصابه بسيطه حتى ممكن تفقد فيها لعيبه. مفيش وقت لانك انت لعيبتك تتعافى من الارهاق حتى من الاحساس ببعض الالم من كدمه عاديه. هذا لا يمكن ان يستمر ولا يمكن ان يحقق اي نوع من تكافؤ الفرص ولا العداله للناس اللي هي عايزه تقلب الحقيقه وتلعب في العلاقات على طول والمدلل. ما لو المضطهد يتعمل فيه يعني لو الاهلي مدلل طب يوم ما يضطهدوه هيعملوا فيه ايه؟ صحيح. يعني هذا ايه ده؟ الراجل مش عارف حتى يعرف، يعني اصبح الدكتور هو العنصر الاهم دلوقتي في النادي الاهلي، لانه على طول عنده اخبار. على طول عنده اخبار او مطلوب منه اخبار. ايوه. فنتمنى يعني الماتش بس الاول يعدي بكره على خير، وبعدين نتكلم بقى على الهلال نشوف ايه حكايته الاخر.